ازيكم يا جماعة؟ أنا أحمد حيدر، سكيل موديلر في مصر. كنت عايز أتكلم معاكم عن الدبابة الـ T90A من شركة مينج. بس قبل ما أتكلم عليها عايز أتكلم عن الهواية نفسها. الهواية نفسها فن النماذج المصغرة أو السكيل موديلنج. السكيل موديلنج ده عبارة عن فن زي أي فن، بيبقى متضمن فيه ان انت تعمل بيوت، تعمل عربيات، تعمل طائرات، تعمل حاجات عسكرية، تعمل موتوسيكلات. كل شخص بيبقى ليه البريفرنسز بتاعته او الحاجات اللي بيحبها وبيفضلها. فانا من الناس اللي بتحب الحاجات العسكرية دي، وهشرح لكم النهاردة الكيت، او هديكم ريفيو بسيط عن الكيت الدبابة الـ T90A اللي هي زي ما قلت لكم من شركة مينج. دي سكيل 1/35. السكيلز بتبقى من 1/72 اللي هي الكويسة اللي الناس تقدر تشتغل فيها وتعمل بيها دايوراماز، لغاية 1/6. بس 1/6 دي بتبقى كبيرة جدا. فال1/35 ده من السكيلز المناسبة سواء حتى في الشحن او اللي انت تركبها او تبتدي بيها. في شركات كتيرة بتعمل كيتس زي تامية، دراجون مودلز، ايتالياري، ترامبتر. الكيتس دي اي اف في كلوب. الكيتس كل شركه بتتميز بالديتيلز اللي بتعملها في الكيتس بتاعتها. فبالنسبه للتي 90 من شركه مينج فيها مميزات كتيره جدا. البوكس بتاعها نفسه الارت ده جميل. في ناس بتحب تجمع البوكسز دي نفسها عشان الصوره الفنيه، لان ده بيبقى فيه رسام رسمها. البوكس لو شفناه، لو بصينا عليه، هنلاقي هنا ان هم عاملين جزء عن تاريخ الدبابة وتصنيعها، وجزء عن الكيت نفسها وايه ازاي طوروها ووصلوها للمستوى ده. لما نفتح البوكس بنلاقي هنا البينتس او الدهانات اللي اتعملت للدبابة في مختلف الفترات او مختلف الفرق اللي بتخدم فيها، وطبعا بتختلف التمويه بتاعها من بيئه لبيئه. بعد كده لما نمسك الكتالوج نفسه، الكتالوج من 24 صفحه بيتكلم عن الموديل نفسه وازاي هم طوروه، وبيتكلم عن الدبابه، بيشرحوا الاجزاء بتاعت الدبابه المختلفه. طبعا تاريخ الدبابه نفسه بيتقال بكذا لغه، لان طبعا الشركات دي بتبيع منتجاتها في على مستوى العالم كله، والهواية ليها ناس كتيرة قوي بتشتغل فيها على مستوى العالم كله، على مستوى فعلا العالم كله. الكتالوج هنا بيبتدي بيدينا التولز اللي احنا المفروض نستخدمها، سواء الصفات او الكتر او الملقاط او التويزرز والحاجات اللي بنخرم بيها لو هم طالبين ان احنا نعمل خرم في بوينت معينة. اللزق، ايه الجزء اللي هيتلزق، لان العلامات دي بترشدنا جوه او بتساعدنا جوه ان احنا نعرف ايه اللي يتلزق وايه اللي ما يتلزقش. طبعا بيديك كل الديتيلز، لان هي الدبابه دي او الموديل ده فيه كميه ديتيلز كتيره جدا. السسبنشن، العجل، تجميع الجنزير بتاع الدبابه، لان هم عاملينه اقرب للحقيقه بشيء يعني كبير جدا. تجميع الموتور، كل حاجة فيها، الأجزاء بتاعتها كلها، ومنها أنت بتفهم ليه كل ده تركب في الدبابة أو ليه ده موجود. البرج، المدفع، التنكات البنزين، الوصلات حتى اللي جاية من تنكات البنزين للإنجن أو للموتور، التدريع بتاعها. وهنا بيشرح لك هو فيها كام تري أو التريز اللي فيها، فيها إيه وفيها البورتس بتاعتها إيه عشان كمراجعة ليك. وفي الاخر بيديك الالوان اللي ممكن تستخدمها عشان تدهن بيها الكيت بتاعتك. لما نيجي نمسك هنا هنلاقي الديكال شيت او اللي هي الورقه اللي بيبقى جاي معاها الارقام بتاعتها. الارقام بتاعتها بتبقى الارقام اللي تميز بيها المركبه دي او الدبابه او الطياره ايا كان السكيل موديل. طبعا الدبابه تي 90 جاي معاها فوتو اتش بارتس لطيفه. الفوتو اتش بارتس دي بتزود ديتيلز للكيت اللي انت بتعملها، وبتديها جزء او شكل حقيقي اكتر. الميزه في مينج ان هي من الشركات اللي بتعمل الحاجه بتاعتها بكواليتي كويسه، لان الشركات الجزء من التنافس ما بينهم ان هم يعملوا ديتيلز كتيره في القطع بتاعتهم، والجوده بتاعت البلاستيك، وان انت ما تلاقيش حاجات اضافيه انت مش فاهمها او محتاج تقطعها او تقصها، بحيث ان انت تشتغل فيها على طول. وكل طبعا ما الجوده بتاعتها بتبقى احسن، كل ما الديتيلز وشغلك بيبان احسن، وبتساعدك ان انت تطلع حاجه حلوه كفن.
طبعا دي من اهم الحتت في مينج، ان ده الاجزاء بتاعت الجنزير فيها تقريبا 7 أو 8 تريز، بس التريز دول بيتقصقص منهم حتت الجنزير وبيتركب، وهم جايبين تولز عشان تركب بيها الجنزير. والميزه في الجنزير بتاع الدبابه تي 90 اللي هو هنا اللي في القطعه دي، ان هو متحرك مش ثابت، مش بيتلزق، هو بيتركب زيه زي الجنزير الحقيقي بالظبط. دي طبعا مجموعه العجل، طبعا لو بصينا هنا هنلاقي كميه تفاصيل فيها كتيره جدا، والسسبنشن بتاعها. ده الجزء العلوي بتاع الدبابه. طبعا لما تمسك البلاستيك، طبعا بالخبره مع الشغل في الموضوع ده كتير، هتلاقي ان في كل شركه بتختلف في البلاستيك بتاعتها، في منها كويس وفي منها رديء جدا. الديتيلز اللي هنا ده الجسم اللي تحت بتاع الدبابه، حتى فتحه الهروب هم عاملينها عشان كل واحد، ممكن في واحد يعمل دبابه عاديه خالص واقفه، وفي واحد ممكن يعملها في دايوراما. دايوراما ده اللي انت بتعمل شكل ارض حواليها صحراء، تراب، رمله، غابه، ممكن تعملها مضروبه. فالكيت مليانه ديتيلز كتيره حلوه جدا، فيها تفاصيل كتيره، بتاخد شغل كتير. دي مثلا المجموعه بتاعت الموتور او الانجن بالتوصيلات بتاعته. فالكيت جميله جدا، انا يعني تقدروا تجيبوها من على الاي باي او من على الويب سايتس المتخصصه في بيع الكيتس، وهتفيدكم جامد جدا في الهوايه، هتفيدكم جدا في الخبرات. فطبعا يعني ده جزء بتاع المدفع مثلا، ده التدريع بتاعها، تنكات البنزين اللي فيها، الوصلات اللي فيه. من المميزات اللي في الكيت دي ان انت لما تيجي تبص هنا، حتى الوصلات اللي في التدريع بتاعها موجوده، الديتيلز كلها موجوده. فكيت من الكيتس الجميله جدا، اتمنى ان انتوا يعني تجيبوها وتعملوها، وانا ان شاء الله هعمل لكم كل شويه ابديتس عن الشغل اللي اتعمل فيها. وان شاء الله المره الجايه هيبقى معانا الصاروخ السام 2 بالعربيه اللي بتنقله، وهوريه لكم واشرحه لكم كله بالكامل. شكرا.